واحد يدوب كيسرق كيحبس فين دمير. تخيلوا معايا جابوا واحد السيد راه تا هو في الحبس، جابوه برلماني سرق جهه بكاملها لعشرات السنين، وجايبينو علاش؟ باش يرشحوه يترأس لجنه التشريع في البرلمان. قلت لهم انتوما تصوتوا على هذا هبطين. قالوا لا حنا اوني بيت ديسيبليني. اللي قالها لنا الحزب ديالنا شي كفار كبار كنديروا تخيلوا. تخيلوا معايا اذا هادشي الفساد محتاج استراتيجيه شامله وكامله. حنايا اليومنا مش واحد كيبسل بزاف كيقدوه، حيت هادو عاقوا بهم في الخارج هما العمر ما غادي يحكوا، باش ما عرفتيش هاد السيد هذا امي وكيتاجر في المخدرات ومعاه ريزو الخلا، وانه المشكله كيقول لك راه الفساد يكلف الدوله من 5 إلى 10% من الناتج الداخلي. كتعرفوا الناتج الداخلي خارج المغرب 120 مليار ديال الدولار 10%. انا كنقول كيكلف 90%. علاش؟ لان هاد الناس اللي جاونا باش يقتلوا هاد الجهه بكاملها، باش يقتلوا هاد الجهه بكاملها. كيبنيو يجي الدكتور يدير ليه هو الملازه، وهو ما كيعرفش يشد الملازه حيت هو الفلوس، وديك الفلوس راه ما سولو بحال لنا هذا، ولكن خصو متابعه دقيقه. انا كنتمنى يكونوا مكاتب ديال المحامين يتبعوا، لان شفنا قضايا فساد السيد سرق الملاير وحكمات المحكمه بسنه سجن غير نافذه 10,000 درهم غرامه، كذا تشجع الجريمه والسرقه. واش السيد ضرب 20 مليار وتقول لي تحكم عليه ب 10,000 درهم غرامه؟ كيف يعقل؟ ولهذا حنا خصنا نطالبوا بعدا في هذا الجهه استرداد الاموال والممتلكات وتستثمر في الجهه وتشوفوا الجهه كيفاش غادي تطلع. ما يمكنش تابعوا هذا الشيء، تابعوا هذا الشيء، لان ما يمكنش نصبروا على الاميات وعلى الفساد ان يحكمنا. وحنا كنتفرجوا نشوفوا عام على عام منطقه اللي عندها جميع المؤهلات باش تنطلق 80,000 كيلومتر مربع 2 مليون ساكنه ولا 2.5 مليون شنو هي في هذه الجهه؟ قريبه من البحر، قريبه من الصحراء، قريبه من الجبال، قريبه من الجزائر، قريبه من الداخل، قريبه من اوروبا. المعادن الموجوده دابا نقصوها، الخريطه جبروها. عرفوا الثروات الباطنيه اللي كاينه هنا؟ وجات يشتكي واحد الاستاذ محترم اللي هو كيجيب لوتوريزاسيون بوغ اكسبلوطو كيحبسوه. لا ماشي انت اللي غادي تكسبلوطو، نجيبو صحابنا، حيت حنا خصنا نعلفو المعلوم، خصناش حنايا نعطيو امكانيه ونديرو امكانيه ديال نماذج يخدمو فيها الشباب والشابات ونخرجو هذا. هنا من هذا الجهه ملي كنت جيت 2016 هنايا تلاقيت شباب كيقول لي استاذ حنا عندنا مشاريع، ها هما 35 مشروع نقدروا نخدموا 50,000 70,000 شباب هنايا، كنمشيو نطبقوا باب الوالي ما كاينش، باب العامل ما كاينش، باب المنتخبين حديت ولا عارف، وفين غادي نمشيو حنايا؟ شكون اللي مستعمرنا؟ احنا مستعمرين من قبل الجهلاء والفاسدين، هذا هو المشكل. ولهذا هذه المناسبه يجب المطالبه باستراتيجيه وطنيه شامله لمحاربه الفساد، وانه يتحمى المبلغ عن الفساد